جور دكتور، هلا هلا، سلام كيفك؟ تمام؟ سلام حبيبتي، الحمد لله. كيفك انت؟ لو سمحتي بعتي الرابط على الجروب. ايه يلا. صباح الخير دكتورة، أهلا أهلا، صباح النور يا قلبي كيفك؟ حبيبي. الحمد لله، كيفكن أنتو؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. يلا ننطر شوي لكانوا طلعوا بعد معنا. صباح الخير دكتورة. أهلا أهلا، صباح النور. هاي تكون بعدكم فايقين، تكون عم تقولوا صباح الخير، صرنا الظهر. بعدكم فايقين؟ قولوا يا كسانين، بعدكم فايقين؟ ايه دكتورة، لا ما أنا كنت فايقة صايفين يا يعطيكم العافية. دكتورة، بندرس بالليل ومن للظهر. حبيبتي ايه، يعطيكم العافية. الله يعافيك. نشتغل بالليل وبالنهار ونحضر محاضرات ايه بالنهار. بتشتغلي انت؟ نعم. شو بتشتغلي؟ بوزارة المالية. واو، انت مهمة. شو بتشتغلي بوزارة المالية؟ بمديرية اليانصيب الوطني، محرر. اذا بدك محرر، اذا بدك يعني بس هلا هاي المادة بتفيدك كتير. بتشوفيني على ال بي سي الاثنين وخميس، بنشوف على السحوبات الخاصة باللوتو واليومية وهول. عن جد؟ شو اسمك انت؟ مريم وردة. ايه مريومة، ايه حبيبتي، ايه موفقة يا رب، الله يوفقك. ميرسي ميرسي، الله يخليك بصحتك. وان شاء الله ان شاء الله المقابل المادي صار بيحرز ولا بعده متدني؟ لا صار اضرب، كنا مرحرحين هلا بالمرة، صرنا عم نحط المواصلات ومن جيبتنا للأسف. ما عم بيعطوكي بالدولار ولا باللبناني؟ لبناني، الله يساعدنا. دولة لبناني، خرب بيتهم، بيقبلوا المدراء الكبار بالدولار والصغار بيعطوهم باللبناني. شفتي شايفة؟ نحن حتى المدير بعده بيقبض لبناني، ويعني معيشه أنجأ، يعني كلنا عم ننق بالدولة، المالية فاضية، يعني أنجأ عم يحضروا الموظفين. ايه بس إنه عجبتني. متعبة الشغلة صارت. إيه يلا ان شاء الله بتتغير الوضع ان شاء الله. هلا إن اذا شاء الله. صار في حرب، عم بقولوا جمعة الجاي يمكن تكون، يمكن تولع، والعلم عند الله. اذا ولعت ما هي وانا كثير حرب حصير. بيناتكم حبيتها تولع، والله لانه من الحرب والله. بتغير كثير معادلات، صح بتغير صح كثير معادلات الحرب. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله، باذن الله هالمعركة حتكون لصالحنا باذن الله. إن شاء الله يا رب نخلص بقى. بقلب الخير، بقلب الخير شوية دكتورة. شو يا قلبي؟ عمالك تبقل شوي بالخير على نحن حبيبتي. عارفين هو الخير يعني. ما في عمري 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 يعطيكم هو الخير انه العافية، يكون في يعطيكم حرب. العافية.
الله يعافيك. هو الخير انه صار في حرب. كيفك دكتوره؟ اهلا حبيبي اهلا. هو الخير انه صار في حرب، صدقوني صدقوني. بس دكتوره صار في حرب. ايه دكتوره، الوقائع بتقول غير هيك. ان شاء الله الله يسمع منك. بس انا كمان حبي تتطور ونخلص بقى. اذا ما كبرت ما رح تصغر. ايه اذا ما كبرت ما رح تصغر. يا عمي كمان تتحسن، تتحسن مداخلكم الماديه، بدك تذبح العالم اذا صار في حرب، يصير في جارف يا حبيبي. ما هن هيدي الحروب اللي عم نشوف يا قلبي. ما هن عم يقتلوك كل يوم 100 موتة. عم يقتلوك. هيدي اسوأ حرب. اسوأ صدقني. بالحرب اهوان. بالحرب الحرب حتغير معادلات. ما هودي ما بيفهموا الا بالقوه. عم بيحاصرونا بلقمتنا، عم بيضطهدوا، عم يضطهدونا، عم بيجوعونا حتى نركع لهم. بدهم يسرقونا النفط. هيك عينك كنت عينك وتسدوا بوسكم وما لكم حق تحكوا. النفط ليكو بدي اخبركم شغله. النفط بلبنان معروف من ايام الخمسينات، من ايام الخمسينات وهن مخبيين علينا وجود صحيح النفط. من عرفت علي ايه؟ ونحن نحن عم بتزيد ديوننا وديوننا ديوننا ديوننا عم بتزيد، عم نهلك، عم نشتغل شغلتين ثلاثه وما عم نلحق. عرفت علي؟ كلنا 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 سوا كلنا. يعني سنت الجاي التعليم بالجامعه حضوري. انتوا قادرين تدفعوا كل يوم تنزلوا على الجامعه؟ انا بطلع ثلاث مرات على صيدا. طب انتوا كل يوم بدكم تنزل، قادرين كل يوم تدفعوا الطلعه نزله؟ قد بدكم بدكم تشتغلوا شغل بس لتدفعوا اجار الطريق، بس لتدفعوا اجار الطريق. بس صار في حرب، بدهم تجبروا انه تركعهم غصب غصب عنهم بالقوه. بدهم يدخلوا لك مثل ما فلوا غصب عنهم بال2000 وانكسروا بال2006 ها، وانكسروا بمعركه وجود. قال لا اللعنه اللي تكفيريين من جود البقاع. كمان هلا بده غصب عنهم بده ينكسروا بالنفط. ما بيمشوا هو الا بالقوه. واحد حرامي جاي عم يسرق ويعتدي عليك ويقول لك تسد بوزك تسكت له؟ لا انت بتضلنا سكتين. انا بهاو كلهم معاك يا دكتوره، انا معاك وبالعكس. انا بس انا اللي عم بقوله انه حرام نبني مصالحنا على الغاء الاخرين بالنسبه للشركه. حبيبي الحرب ما في الغاء اي اخرين. هذا الاخر العدو. انت هذا الاخر انت عم تحكي عنه هو العدو. مين الاخرين؟ اي اخرين؟ انت مش مع العدو. ونحن بنحكي عن الاسرائيلي. مين الاخرين؟ اهل جنوب. ما اهل جنوب ثلاث ارباع راح يتهجروا. راح ما حبيش بس بالجنوب يا حبيبي. لبنان يا 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 ما نسيت اسمك. ابراهيم. ابراهيم يا ابراهيم. ما في بس اهل جنوب. هاي الحرب الجاي حرب اقليميه دوليه. لبنان وسوريا والاردن واليمن والعراق، كل العالم كله. أيوة. الحرب الجاي شد وحد الله. تقول لي شو هي بس لبنان توقف هاي الحرب الجاي بس على لبنان؟ شو وين دبر الشفيز قبل ما توقع الواقعه؟ قوي قلبك قوي قلبك. انت عمرك ما كملت باسبور 10 سنين. قد عمرك يا ابراهيم؟ قد عمرك؟ قد عمرك يا ابراهيم؟ 36. طيب ابراهيم 36، انا اكبر منك 15 سنه. ايه نحن جير حرب. الحرب الاهليه عانينا كثير. كثير نهرب، كثير قضيناها هرب. من كل سنه نتعلم شهرين بالمدرسه ونهرب. عرفت علي؟ نقضيها بالضيعة. بس هلأ هاي الحرب الجاي ما في تهرب على محل، ما في محل حيكون آمن. لا بلبنان. هكي رأيك يعني؟ هتتحول لحرب عالمية تالتة. في حرب عالمية تالتة عم تستوي ظروفها. في حرب عالمية تالتة عم تستوي ظروفها. العالم كله عم يتهيأ لحرب عالمية تالتة. انت ما عم تشوف الأوضاع بالدول شيء؟ ما عم تتابع، ما عم تتابع الحرب الأوكرانية الروسية؟ أكثر واحد بتابع أخبار. لازم ما تحكي هذا الحكي. لازم ما تحكي هذا الحكي. وين زينب كمال؟ زينب كمال وين؟ مش سامع صوته. لحظة، أنا مرقت من عوكر مرة انهبلت ملا مشترية أمريكا. السفارة الأمريكية مشتريين شيء جبل جبل. إذا بتشوف إذا بتوقف تحكي حد السفارة بتليفونك بأشتوك تليفونك. ممنوع حدا يفتح بالدنيا بتاعي سهونيك. قالت لي ممنوع نستخدم البرداية. بترسمونا بالسفارة بقولونا سكروا البرداية. لايكة بدي لك أكثر من هيك. السفارة الأمريكية هي أكبر سفارة بالشرق الأوسط، تعد أنشئ فيها هلأ لإنتاج المجتمع الموائم للثقافة الغربية الأمريكية. يعني عندهم بينجوا مجتمعات مثل ما بدهم هني، منتجعات وفي شقق وفي عمارات ومسابح واللي بدك اياه. حتى اكثر من هيك يحرسها اكثر من 600 عنصر ميرنز.
ببلدنا ذات السيادة والاستقلال. ايه فكيف كيف بتقول لي ما عم بيسيطروا عليك عم بيقطعوا لك نفسك، عم بتقول لك انه برديه ممنوع يفتحوا، بيخلوا يفتحوا برديه، وين صارت سفاره بالعالم بيعملوا هاي لهيدي الامنيات هالقد؟ ما في غير السفاره الامريكيه عندنا بلبنان. هي هيدي وكر للمخابرات، وكر للمخابرات، للمخابرات الصهيونيه بالدرجه الاولى. ايوه بس بدي اقول منكم نستفيد يا دكتوره، منكم نستفيد. ايه تفضلي حبيبتي تفضلي. ابراهيم ماي ترى خلص خليها بس ابراهيم. لا انا نكد يا زينب، انا نكد بعرف. اسمعني اسمعني شوي بس. ابراهيم دكتوره معك 1000%، بس هو بيشوف اول شيء كيف طريقه الحيوان شو عم بصير حتى يعرف حتى يعرف كيف يفوت علينا. طيب يا قلبي نحن وانصرنا اخر مره، وانصرنا رابعا الوعي، رابعا يلا تفضل. الوعي بما بين الصفه والاسم والظرف من فروق دلاليه. طيب صفحه 59. 59 مين بيحب الحرب؟ ما حدا بيحب الحرب، الحرب قتل موت دمار، بس لما بتكون هي خيار الوحيد عم يخنقوك كل يوم عم يقتلوك كل يوم خلاص ما في مجال، عم تحشروك بالزاويه. نحن اللي عايشين هلا مش حرب، ما انه هذا بحد ذاته حرب معيشه. طبعا والله بالحرب كنا نلاقي مأمن، بالحرب كنا نلاقي الدواء، بالحرب كنا نلاقي الدواء. هذا الحرب الحرب الميدانيه نقدر نمد كرامه. الحرب الاقتصادية والتجوع هي أصعب من الحرب العسكرية، وهذه لا تكلف الأعداء شيء. وأكثر هلأ الدول النافذة بتستخدم هذه الحرب للتجوع وقتل الأعداء أعدائها كرمال ما تروحش بمجتمعاته. مش مثل عنا إذا متلوا 100 200 ما حداش بيطلع فين، إذا متلوا جندي بده يبرروا لأهله للمجتمع ليش ميت. شفت كيف؟ طيب يلا إيه خلينا نروح على درسنا. يلا خلينا نروح على درسنا. الجملة أستاذ إبراهيم ممكن تقرأ لنا الجملة؟ دكتورة هوديك ما بدك إياهم ليه؟ لا لا دكتورة أنا بعتذر لأنه تليفوني مش قادر أفتح له الشاشة. طيب يلا أي صبية بتتبرع لنا تقرأ لنا الجملة؟ أنا بقرأ دكتورة لسه ما قبل ما تبلشوا إذا بتريدي. هيدا هيدا البي دي اف ما بعرف رايح من عندي، اذا حدا بيقدر يبعث لي اياه لو سمحتوا. هلا انا برجع ببعته، هلا انا برجع ببعته. شكرا دكتوره ومشكوره. يلا قرينا الجمله. يلا الجمله مدخل هي الوحده البنائيه الثانيه في عمليه الكتابه، وتمثل الخطوه الاولى التي يخطوها المنشئ. وبناء الجمله بناء صحيحا خاليا من الخلل والزلل يستوجب عده امور كشروط مبدئيه ينبغي الوعي بها. أولها وضوح المضمون المراد التعبير عنه في ذهن الكاتب، وثانيها عفوا خلينا نقف هون. إذا الجملة لما بنقول فقرة، لما بنقول نص، الفقرة والنص بتألف من جمل. هاي الجمل بيقولوا لها هي الوحدة البنائية في عملية الكلمة، عملية صنعة الكتابة. هي الخطوة الأولى. يعني أنا بدي أركب جملة، تركب حكما جملة تانية. مفترض تركيب الجمله الاولى مع الجمله الثانيه يكون بناء صحيح خالي من اي خطا. اولا يكون المضمون واضح، المضمون المراد التعبير عنه، يعني اللي بده الفكره اللي بده اياها الكاتب يوصلها للقارئ تكون مفترض تكون واضحه لا لبسه فيها. هاي بيقولوا لها الصياغه اللغويه. شو بيقولوا لها؟ الصياغه اللغويه. طيب وثانيهما اكملي لو سمحتي. وثانيها إدراك العلاقة بين مفرداتها بما يخدم هذا المعنى من حيث التقديم والتأخير. فهناك خيارات متعددة أمام الكاتب في ترتيب الكلمات، وهذه ليست مسألة نحوية فحسب، ولكنها تتعلق بطاقة التوصيل، أي ما يزيد الكاتب أن يتركه من أثر في نفس المتلقي القارئ أو السامع. فالصحة النحوية قد تتوفر في أشكال متعددة من بناء الجملة وترتيب المفردات فيها، ولكنها ليست الفيصل في قدرة الجملة على تحقيق الأثر المطلوب في المتلقى. فعلى سبيل المثال نقول
متلقي بس ما انه مش محطوط تحت الياء مكتوب إيه المتلقي. ما هو ما هو هذا الكاتب مصري لمصاروي الياء بيعملوها مثل الالف المقصوره، والالف المقصوره بحطوا لها شحطتين، عندهم كل شيء بالعكس. يلا أوكي. يعني في المتلقي، فعلى سبيل المثال نقول تدفقت المياه غزيره في مجرى النهر، ونقول ايضا المياه تدفقت في مجرى النهر غزيره، وما إلى ذلك من صيغ وأشكال تتصف جميعها بالصحة النحوية، ولكنها في كل مرة تترك أثراً مغايراً عن المرة السابقة في نفس القارئ، لأن الجزء المتقدم من الجملة يكون هو المقصود بلفت الانتباه، وهذه مسألة بلاغية ينبغي الوعي بها. طيب خلينا نقف هون، كتير كتير خطرة هاي وكتير مهمة وحيجي منها بالامتحان، فهموا ركزوا معي منيح. ها بيقول إنه ال ال هي ليست مسألة نحوية في حاسب تتعلق بطاقة التوصيل، أي ما يريد الكاتب أن يتركه ما يريد الكاتب أن يتركه من أثر في نفس المتلقي أو القارئ أو السامع. في الصحة النحوية تتوفر الأشكال المتعددة ببناء الجملة وترتيب المفردات، ولكنها ليست الفيصل في قدرة الجملة على تحقيق الأثر المطلوب في المتلقي. برجع بكفي تحت بيقول إنه بس ما بكفي بس الصيغة اللغة النحوية واللغوية تكون صح، في شيء كتير مهم لازم يكون صح، هو هو إنه يكون المقصود الذي يقصده الكاتب هو أول ما يلفت انتباه القارئ. بمعنى بيجي بيعطانا مثلا تدفقت المياه غزيرة في مجرى النهر، لاحظوا الدقة، المعنى اللي بده يوصله الكاتب للقارئ بده يوصله إنه الفعل تدفق في حركة، عندي حركة عندي حدث بيعبر عنا الفعل، هو التدفق غزير للمياه وين؟ في مجرى النهر. بالجملة الثانية شو بيقول؟ المياه تدفقت في مجرى النهر غزيرة، صح؟ بعده نفس الفكرة نفس المعنى، اثنينتهم عم يعطوني نفس الفكرة انه المياه النهر عم تتدفق بغزارة، بس هون وين عم يفرق؟ عم يفرق هل قصد الكاتب انه يلفتني على الحدث بحد ذاته وقوة الحدث بحد ذاته، ولا عم يخبرني ولا عم يعطيني جملة خبرية عادية يلي هي مبتدأ والخبر؟ هون بيفرق. إذا كان قصدك أنت تلفتني على الحدث كحدث بحد ذاته وقوته، لازم بلش أنا بالفعل، وإذا كان قصدك عم تخبرني جملة عادية خبرية بلش جملة مبتدأ وخبر. عرفتوا كما هون بيفرق بين المبتدأ ليش أمتى ببلش مبتدأ وخبر وأمتى ببلش جملة فعلية. في ناس بتكتب بكل مكان ساعتها بدهم يبلشوا مبتدأ، لا مش ساعتها كما بدك، هيدي مسألة بلاغية ينبغي الوعي بها جدا جدا جدا، لأنها إلى علاقة بما يقصده الكاتب. ها فبيفرق، إذا بتفرق بيفرق المعنى. إذا هون التركيز على أنه في تدفق هائل غزير للمياه في النهر، ها الجملة الثانية عم بخبرني هيك عادي، المياه تدفقت في مجرى النهر غزيرة، لاحظوا الخبر إجا مأخر، غزيرة إجت آخر شيء، بينما بالجملة الأولى إجت فورا، إجت فورا بعد الفاعل، بعد الفعل والفاعل، غزيرة إجت حال، حال يعني في عندي حدث حال، عرفت كيف؟ أنا عم بقول كيف المياه عم تجري. إيه عرفت كيف؟ إذا في فرق بين اثنين، في فرق، ما يفكر ما تفكروا هالجمله بتشبه هالجمله. عرفتوا شو عم بيقول هون؟ اللي عم بيقول لإدراك العلاقه بين مفرداتها بما يخدم هذا المعنى. طيب الثالث، ثالثها كمل. ايه اكملي اكملي. وثالثها فهم السياق الذي ترد فيه الجملة، سواء كان هذا السياق لغويا محضا او نفسيا وجدانيا او فكريا. فالسياق اللغوي حيث تكون الجملة واردة في إطار متن لغوي معين يؤدي إلى تغيير دلالتها أحياناً، فعلى سبيل المثال إذا جاءت جملة خبرية في سياق كلام ساخر تنتقي دلالتها الإخبارية المألوفة وتكتسب معنى جديداً يتناسب مع هذا السياق. فإذا قال قائل أنت رجل عظيم بحق ولكنك لا تدرك أكثر من مدى أنفك، فالمفهوم من هذا السياق أن المقصود بجملة أنت رجل عظيم ليس المدح بل الذم والسخرية، في حين أن دلالة الجملة منفصلة عن سياقها تفيد المدح والتعظيم. وهذا أمر لا بد أن يدركه الكاتب من خلال دراسته لعلوم البلاغة، وقد تتحول الجملة الإنشائية عن معناها إلى معنى آخر جديد تصبح فيه ذات طابع إخباري. إذا لاحظوا السياق اللغوي، الصياغة بالسياق اللغوي للكلام بيخلي المعنى يفرق 180 درجة. يعني بيجي بيقول له أنت رجل عظيم بحق، أم سكت
هون شو أنا لما بسكت شو عم بيفهم منا؟ إنه عم يمدحه، بس لما عم بكفي قال له ولكنك لا تدرك أكثر من أنفك، بتمسخر عليه إنه شو هالزلم السخيف أنت، ما بتشوف أكثر من منخارك. إذا طلع مش بس عم بتمسخر عليه، عم بيحتكره، عم بيزمه، عم يمسح فيه الأرض، إنه ما بيفهم، ما عنده عقل، ما بيستخدمه. وقد ما بتكون يعني شتيمي بأدب، بهدلي بأدب، بهدلي فيها أسلوب بلاغي كتير حلو بأدب، ها عم بيبهدله بأدب. لاحظوا هون الفاصلة المنقوطة، أنت عظيم وبحق حط فاصلة منقوطة، لو مش حاطط الفاصلة المنقوطة كان اختلف المعنى. نحن درسنا الجاي إن شاء الله علامات الترقيم، هتشوفوا أهمية علامات الترقيم وخطورتها بمساعدة القارئ بفهم معنى النص، بمساعدة الكاتب بتوصيل الفكرة الصحيحة على القارئ. لو حاطط فاصلة كان خلص فهمنا، أنت رجل معناتها عم يمدحه، معناتها عم يمدحه حتى لو كفى الجملة اللي بعدها، لو كفى الجملة اللي بعدها لكنك تدور أكثر من أنفك كان حيوقع بالتناقض، بس لأنه حط الفاصلة المنقوطة معناتها إلها تتمه، معناتها ما وقفت. لأنه شو الفرق بين الفاصلة العادية والفاصلة المنقوطة؟ في فرق كبير. الفاصلة العادية هي إنه أنت أنا قلت جملة مفيدة إيه؟ بس إلها تتمه، بس هاي الجملة المفيدة فيها فيني بتعطيني معنى واضح، يعني فيني أسكت عليها، فيني أسكت عليها. بس الفاصلة المنقوطة ما فيني أسكت لأنه إلها تتمه، يعني يا بتنفي الكلام اللي قبله يا بتأكده. يعني مثلا واحد بيقول لا إله وسكت، بيجي من قيمة عليه الدنيا كفر بالله يا عمي، بعده ما زلمة ما كفى، عم بيقول لا إله إلا الله. إذا إلى الجملة الثانية وضحت المعنى الأول، إذا المعنى الأول ناقص. هون شو لازم يحط بين لا إله فاصلة منقوطة إلا الله، شفتوا كيف؟ وهكذا سيق على هالأساس. إذا العلامات الترقيم جدا دورة جدا مهم، دورة جدا خطير، ها، وبتغير المعنى وبتغير السياق، وبتحول المعنى من جملة خبرية عادية إلى جملة إلى معنى مختلف تماما. بس هون شو لازم الكاتب يكون شاطر بعلوم البلاغة، ها، يعرف كيف بده يستخدم العبارات الصحيحة وعلامات الترقيم بشكل صحيح حتى يقدر يوصل المعنى المطلوب للقارئ. طيب إذا عندي تعريف الجملة، قرينا لو سمحتي تعريف الجملة. تعريف الجملة، أولاً تعرف الجملة في كتب النحو بأنها ما تكون من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل. وهناك تعريف آخر هو الجملة مركب إسنادي أفاد فائدة، والجملة نحوية مركب إسنادي أفاد فائدة، والجملة نحوياً تنقسم إلى اسمية وفعلية كما هو معروف، والإسمية تتكون من مبتدأ وخبر، وفي البلاغة يطلق على المبتدأ اسم المسند إليه والخبر هو المسند. أما في الجملة الفعلية فإن الفعل هو المسند والفاعل هو المسند إليه، وما زاد على ذلك في الجملة الإسمية أو الفعلية فهو فضلة. مثال ذلك في الجملة الإسمية الأصيل ما المقصود بالفضلة؟ المقصود فضلة هي شبه الجملة، أو جملة المضاف إليه وشبه الجملة، الحرف الجار واسم المجرور. طيب إذا هون عم بيقول لي تعريف الجملة بكل بساطة، عنا باللغة العربية نحن عنا ثلاث أنواع من الجمل، عنا جملة فعلية وجملة اسمية وشبه جملة. وكل جملة لما بدي بلش فيها بالفعل معناتها أنا قصدي شيء، وإذا بتبلش بالاسم معناتها قصدي شيء تاني، إذا بتبلش بشبه الجملة معناتها قصدي شيء تالت. بيفرق المعنى، انتبهوا، ها بيفرق المعنى، بيختلف التركيز الكاتب على شو عم بيركز، مثل ما برق معنا بالمثال الفوقاني. طيب بالجملة الإسمية واضح، بالجملة الفعلية نحن بتعرفوها. دكتورة بس الشبه الجملة مش هي تكون بقلب جار ومجرور؟ طبعا لا، ليش اسمها شبه جملة؟ جار ومجرور أكيد هلا قلناها. في شيء تاني شبه جملة في ومضاف إليه، والمضاف إليه كمان شبه جملة. طيب خلينا نروح على أنواع الجمل. الجملة وفقا لذلك تنقسم إلى عدة أقسام. الجملة ذات البنية الأولية، ما المقصود بها؟ قرينا لو سمحتي. ترنا فأما الخبرية فهي تحتمل إيه؟ جملة ذات البنية الأولية بآخر الصفحة، وتنقسم الجملة بلاغيا إلى قسمين، الجملة الخبرية والجملة الإنشائية.
فأما الخبرية فهي تحتمل الصدق. لا لا يا قلبي يا عمري يا عمري يا حبي. عيطة عيطة. الجملة ذات البنية الأولية. الجملة ذات البنية الأولية وهي جملة بسيطة تتضمن فائدة جزئية ولا تخرج عن التركيب النحوي للجملة وفقاً للنسق الذي أشرنا إليه كقول رسول الله الدين المعاملة. كمل. ما المقصود؟ لحظة شوي. البنية الأولية يعني الجملة البسيطة الشديدة البساطة. عندي مبتدأ الخبر الدين معاملة. هاي فكرة خلاص هالقد الدين معاملة. الأخلاق فضيلة. فكرة هالقد. السرقة حرام فكرة هالقد الخنزير حرام خلص هالقد فكيف إذا هذه الجملة بيقولوا ذات البنية الأولية اللي هي تركيبة بسيط مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. طيب الجملة ذات البنية المركبة هو بده يجوا بالامتحان. يلا الجملة ذات البنية المركبة قرينا لو سمحتي. يلا وهي تلك التي تتكون من أكثر من جملة بسيطة ترتبط فيما بينها بأدوات الرابط المعروفة ولا يكتمل معنى الجملة الأولى إلا ببقية الجمل، والوحدة التي تجمع بين هذه الجمل المتعددة هي الوحدة الفكرية أو المنطقية، فالسياق المعنوي لها واحد وغالباً ما تكون دالة على حدث متماسك، ومثال ذلك ما ورد في القرآن الكريم وقيل يا أرض ابلع ماءك وقيل يا أرض ابلعي ماءك ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. لاحظوا هيدي كلها جملة اللي كاتب الكور مقف كتير اشياء. ايه كتير اصلا وقع باخطاء لغوية وباخطاء نحوية وباخطاء شائعة قد ما بدكن قد ما بدكن عنده مشاكل بالنص تبعه قد ما بدكن في اشياء يعني حاطط عليها حركات قد ما بدكن. انا لو معي وقت انا والله لو كان عارفين كيف بدي يعطوني هيدي المادة كنت حضرتها من اول السنة بس ما عرفت كيف شو اسمه ما كان معي وقت ابدا انه احضر لكم وفق السياق المطلوب عرفتوا كيف فكتير في عنده مشاكل باللغة كتير مهم بسيط. فاذا احنا خلينا نركز بس على المضمون اللي عم بيقوله المضمون صح بس الصياغة الصغيرة تعيته فيها مشاكل. المهم اذا الجملة البنية المركبة هي انا عندي جملة بتتألف من جمل عديدة بنسميها الجملة ذات البنية المركبة. ليه؟ لأنه بعدها فكرتها ما خلصت يعني أوكيلة يا أرض بلعوا ماءك إيه شو؟ ليه؟ ويا سماء أقلعي ليه؟ وغيض الماء ليه؟ وقد الأمر ليه؟ واستوت على الجود ليه؟ وقيل بعدا لكم إذن هذا عقاب لمين؟ طلع لكم الظالمين. نقطة انتبهوا البنية المركبة الجملة ذات البنية المركبة لما بقول جملة اثنين ثلاثة وجا بحط فاصلة معناتها خلصت الجملة. لما بحط جملة ثلاث كلمات ونقطة معناتها هذه مش بنية مركبة. إذا النقطة هون عم تعطيني دلالة إذا الجملة بنية أولية أم جملة مركبة. عرفتوا كيف؟ إذا النقطة هون شوفوا كمان دور النقطة شو بتعطي دلالة للقارئ. إذا أنا قلت أول جملة تاني جملة عم حط فاصلة بعدين حطيت نقطة. إذا هذه جملة ذات بنية مركبة لا لأنه المعنى بعده ما خلص عند الكاتب بعده عم بكفي لي إياه فبس خلص حط النقطة. إذا شفتوا هون كمان دلالة النقطة قديه مهمة. هذه الجملة بنقولها ذات البنية المركبة لأنه فكرتها بعدها ما خلصت بس هي فكرة وحدة يعني في وحدة فكرة فيها تسلسل منطقي بتوصلني لنهاية الفكرة. طيب الجملة المتداخلة أو المعقدة ما المقصود بالجملة المتداخلة أو المعقدة؟ رينا لو سمحت. يلا تكرم. حيث تتكون الجملة من عدة جمل بسيطة تدور حول قضية تتداخل فيها الأفكار بحيث لا يكتمل المعنى إلا بالربط بينهما في سياق واحد. مثال ذلك قول الله تعالى أفرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون. صدق الله العلي العظيم. يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغني عنهم ما كانوا يمتعون. كيف هذه الجملة المتداخلة المعقدة ما المقصود فيها؟ إنه هي كمان تتألف من عدة جمل فيها قضية بس هاي القضية فيها كتير أفكار بس هذه الأفكار مرتبطة بسياق واحد. هي بتشبه كتير البنية المركبة هي بتشبه هي نفسها إذا بتكون. خلينا نروح على الجملة الاحترازية وهي التي لا يتم معناها قولي ريها لو سمحت.
الجملة الاحترازية وهي التي لا يتم معناها إلا باكتمال سياقها كله، فإذا حذف منها جزء أدت معنى آخر مغايرا قد يكون مناقضا للمعنى المقصود، كقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا لا تقربوا لا تقربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب لا تقربوا الصلاة، لنقول لو قال لا تقربوا الصلاة إيه وبلش بأي ووقف وبلش بأي تاني، يعني هو شو بنفهم نحن في حكم شرعي إنه لا تقربوا الصلاة خلاص لا نصلي، يعني الصلاة مش واجبة. شفتوا الخطورة وين؟ بس شو قال؟ لا تقربوا الصلاة بعده عم يكفي وأنتم سكارى. إذا هيدي ما بمعنى شو بمعنى احترازية؟ بمعنى فيها تنبيه شديد إنه بدكم تصلوا بروحوا على الصلاة وما تكونوا سكرانين. هيدي ليش نزلت هالآية؟ لأنه لوقت نزل الإسلام بالجزيرة العربية ونزل القرآن الكريم وعم بيعلمهم الطهارة والنظافة، إنه ما كانوا متطهرين، كانوا كتير عندهم نجاسة بحياتهم بالمجتمع العربي الجاهلي، فإجرى ما علمهم الطهارة والنظافة إنه بدكم تفوتوا على الصلاة فوتوا انتم متطهرين. حتى الخمره كان يوقف لهم الخمره، يحرم عليهم الخمر، بس ما بيقدر يحرمها دفعه واحده لانه كانوا هن كثير متعودين على الخمر، كان مشروب حياتهم اليومي الخمر، صبح ضهر عشيه يشربوا. عرفتوا كيف؟ فالقران الكريم فالاسلام بده يحرم الخمر، حرموا بطريقه تدريجيه. فاول شيء قال لهم لما قبل الصلاه بساعتين ثلاثه ما تشربوا لحتى تكونوا مركزين بالصلاه وعقلكم معكم. فعرفتوا كيف؟ فقال لهم لا تقربوا صلاه، لا ناهيه هون عم ينهيهم، بس هذا النهي مقرون بعدم السكر، مقرون بعدم السكر. عرفتوا؟ اذا بدي اتشع مثل ما قلنا فوق لا اله وسكت ايه معناتها شو؟ عم ينفي انه ما في اله بهالدنيا. عرفتوا كيف؟ يعني ملحد. بس لما قال الا الله إذا عم بيقول في إله هون عم بيوحد إنه في إله واحد هو الله. إذا شفت قديش عم يفرق المعنى؟ هاي منقولها كمان الجملة الاحترازية. طيب الجملة المفتوحة الفضفاضة شو بتكون فيها؟ هاي لها علاقة كتير وصف وإنشاء. الجملة الاستطرادية شو بتكون فيها؟ النمط المتصاعد شو بتكون فيه؟ خلينا ننزل على الفقرة، خلينا نروح على المقصود بالفقرة. حدا بكفينا قريت الفقرة؟ منريحها شوي لرفقتنا. إذا بدك أنا بكمل، ما عندي مشكلة. طيب يلا كملي لنا يلا الفقرة. تعريف الفقرة: مجموعة من الجمل المترابطة تدور حول فكرة واحدة وتعالجها تفصيلا وتطويرا، والأصل اللغوي يفيد شيئا من هذا المعنى. فالفقرة بكسر الفاء عبارة عن حالية ولا حيلة؟ هي لازم تكون خليه. اوكي، عباره عن خليه مصاغه على شكل فقره من فقرات الظهر، وكما هو معروف فان كل فقره ترتبط مع غيرها من الفقرات لتؤدي معا وظائفها المنوطه بها، وتتفاوت الفقرات وتتفاوت الفقرات في الطول وفقا للفكره المطروحه، لكن من المستحسن ان تتناسق فقرات النص من حيث الطول تفصيلا او اجمالا. طيب شو عم بيقول بتعريف الفقره؟ اول شيء خلينا قبل ما نحكي نشرح الفقره، اللي قلناهم فوق واضحين كلهم عن الجمله وتركيباتها؟ حدا عنده سؤال؟ طيب اذا الفقره هي مجموعه اسطر متألف منها فقرة. لما نبلش فكرة يعني هي بتحكي عن فكرة واحدة، لما ببلش فكرة تانية لازم أنا بلش سطر جديد، لازم بلش سطر جديد. إذا المقصود بالفقرة هي إذا عم تحكي عن جزء من الفكرة الأساسية تبع النص كله، عم تحكي عن جزء واحد يلي هو فكرة صغيرة من جزء من الأفكار الكبرى، بس تخلص لازم فبلش أنا سطر جديد، يعني فت بفكرة جديدة. فلازم تكون مترابطة نفس المعنى والمنطق، يعني متسلسلة، يعني مش كل عم بحكي على البحر بقوم روح نط على النهر، خليني خلص أول شيء على البحر، ما بدي أحكي على النهر وفوت فقرة جديدة. عرفتوا كيف؟ إذا المقصود. طيب الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الفقرة الجيدة، أولا
تناسق الفكرة وانسجامها مع الفكرة التي تعالجها والانضباط داخل سياق محدد خالي من الاستطراد والتشعب الذي يفضي إلى التشتت والفوضى والتشويش. لذا ينبغي أن تكون كل جملة داخل الفقرة موظفة لخدمة الفكرة الأساسية، وأي جملة زائدة لا تخدم الهدف تهدد وحدة الفقرة وتخرج بها عن محورها الأصلي. إذا لاحظوا، إذا هون عم يرجع يكرر اللي قالهم فوق بس بشكل أوضح، عم بيقول أنه الفقرة بدأت تكون فكرة واحدة فيها متسلسلة منطقيا بعيد عن الاستطراد يلي هو بدي بكون عم بحكي شغلة بقوم بدي أذكر قصة لا لحتى أكد على فكرتي، بروح بذكر قصة مثلا أو بروح بذكر شيء بعيد شوي بس ذات صلة بس بعيد شوي. هو بيقولوا الاستطراد، إذا هذا الاستطراد طول خرجت عن الموضوع، أو إذا تشعبت الفكرة إيه كمان خرجت عن الموضوع لأنه أنا شتت ذهن القارئ هون. فإذا لازم الفقرة تكون كتير محددة وكتير واضحة وكتير مترابطة بالفكرة الأساسية تعيتها، عرفت كيف؟ هلأ إذا في شيء بدي أشرحه ووضح له لقارئ بشرحه بالهامش، إذا شيء حادثة تاريخية مثلا بدي أذكر له إياها لدلل على الفكرة اللي عم أقولها بكتب له إياها بالهامش مش بالمتن، لأنه بالمتن هيك بضيع القارئ عن الفكرة الأساسية اللي بده إياها. لازم حافظ على أنه ضل ذهن القارئ مشدود للي على ما يقصده الكاتب. ثانيا أن يكون الهدف من توالي الجمل داخل الفقرة تطوير الفكرة وتنميتها وبلورتها، وليست مجرد تراكم إنشائي أو تداعيات لغوية تؤدي إلى ترهل الفقرة ومن ثم هلهلتها. فكثيرا ما تكون الجمل داخل الفقرة مجرد إضافات كمية لا تطور الفكرة فتصبح مملة وغير مستساغة. هاي ليه؟ هاي دي كتير خطيرة وكتير بيقعوا فيها حتى الدكاترة وحتى الطلاب اللي بيعملوا ماستر دكتوراه، بقعوا سيرتوا يعجب نفس الفكرة، بيكتب لي سطر، بيكتب لي في صفحة اثنين هو عم بيحكي نفس الفكرة بس بتعابير أخرى. هذا اسمه بنسميه نحن باللبناني اللبناني اللهجة اللبنانية شو بنقول له؟ هلا كنت على لساني صفصفة تتحكي انشا حكي ما له معنى. حدا في حدا بده يسأل؟ يا دكتور انا كنت عم اقول لك انه عن هيدي الجملة اللي كنا عم نقراها اخر شيء انه هو ما بيكون عم بيوصل المعنى بس عم بيضله يعيد الاشياء هي ذاتها، يعني عم بيكرر الفكرة اكثر من مرة. بالضبط هنا بنقول له تراكم انشائي واضافات ما لها معنى، واضافات ما لها معنى. عشان هيك لما بتلاقي النص هيك يعني مثلا هلا بيجيني رسائل ماستر دكتوراه بعملها تدقيق لغوي، بحذف له اوقات فقرتين وثلاثه من الصفحه للطالب، بس بخبره بقول له انا عملت لك هيك لانه هذا تكرار، عم تكرر حكي نفس الحكي ما له معنى، ما عم تعطي شيء جديد. اذا كل فقره بدي اكتبها عم تعطي شيء جديد، كل فقره عم بكتبها ما عم تعطيني شيء جديد او مش عم توضح الفكره الاساسيه، معناتها هذا اسمه صفصفه تحكي وحكي إنشاء ما إله معنى، معناتها أنا فيني أحذفه، إذا حذفتها ما بيتأثر النص، ما بيتأثر، مثلها أكثر شيء هيدي بتنطبق على القصة والرواية. بالأدب كتير خطر هذا الكلام، تراكم الإنشاء، بيوقع القارئ بملل، ها؟ وبيبطل ما بكفي القصة ولا بكفي الرواية، لأنه كل جملة بيجي أنا بدي قيمة من القصة، إذا إمتى؟ وضل القصة ما تغيرت معناتها هيدي جملة ما إلها داعي فيني أحذفها، عرفتوا كيف؟ هاي الجملة ما إلها داعي فيني أحذفها. كان في شيء خصوصا بالنص العلمي، النصوص العلمية اللي إلها طابع علمي بعلم النفس بعلم الاجتماع بعلم الاقتصاد بعلم السياسة، كمان لما بدي أنا أي حكي بدي أحقيمه وما أثر بالمعنى معناتها هذا حكي إنشاء لازم أحذفه، هذا المقصود. طب هلا هنروح أنا خلينا بعد نقرأ ثالثا الترابط العضوي. ثالثاً الترابط العضوي داخل الفقرة على مستوى الصياغة اللغوية كمقابل للترابط المعنوي، لأن هذين الشكلين من أشكال الترابط متعاضدان لا يتم إحداهما إلا بالآخر، ويتوفر هذا النوع من الترابط بواسطة أدوات الرابط اللفظية والمعنوية على النحو الذي أشرنا إليه. إذن ما يساعدني على ربط الفكرة، ربط الجمل من بعضها هي أدوات الربط، حروف العطف، حروف الجزم، النصب، التوكيد، شو كمان، شو في عنا بعد ما فيك تحط كمان أدوات الجار؟
كما طبعا ادوات الجار، اكيد ادوات الجار شيء كثير اساسي، وكل وحده من الادوات الجار بتختلف. مثلا اوقات بيستعملوا الفي بمعنى بي، با الباء غير الفي، بيقولوا بداخل فلسطين او بداخل البيت، لا ما الفي هون لازم اقول في داخل البيت في فلسطين. الباء هي ملحق بالشيء مش بقلب الشيء، في تعني في قلب الشيء. اذا كمان لكل حرف من حروف الجار الى معنى وبتختلف. ها ثم ما بدي اقول ثم غير لما بدي اقول واو، ثم بتعني غير الواو، وقت بيستخدموها بنفس الشيء غلط. ثم هي بتعني التتابع، الواو ما بالضروري تعني التتابع، عرفتوا كيف؟ وهو بكره حناخذهم كمان بعلامات الترقيم. طب خلينا انا حاخذكم هلا على نص حتى تشوفوا شو في بقلبه مشاكل، نكتشف نحن وياكم سوا، نطبق عمليا نحن وياكم سوا اللي عم ناخده هلا. بين عندكم بس دكتورة بعد إذنك. إيه تفضلي. بس لو سمحت بس نخلص حضرتك، لأنه أنت إشي مطلوب وإشي مش مطلوبة، ومنهم ما بلشناهم من الأول ومنهم ما كفيناهم. بس نعم. إذا في فينا هون ملاحظات بس نخلص. أنا كيف أنا هولي حبيبي هولي إن شاء الله بآخر ثلاث محاضرات كلهم حنحكي فيهم ونفصلهم ونحدد بالضبط أكثر شيء الإشي حتيجي بالامتحان. ماشي؟ تكلنا على الله؟ ما تخافي، لا هذا الأمر أنا مش هملته أبداً، بعرف بالضبط شو رح أقولكم على شو بدنا نركز. عشان هيك أنا عم أوقات بمحلات معينة عم بتلاقوني عم أفي وعم نط دخري على شغلات كتير أساسية، لأنه أنتوا علم نفس ما في داعي فوتكم بكتير من هذه التفاصيل. ماشي؟ طيب خليني أخذكم على مقطع كتير تعبان. عم يسألوا على الجروب إذا عم نسجل المحاضرة. إيه عم نسجل. طيب خلينا نروح على هذا المقطع اللي بالاصفر. ايه بين عندكم؟ ايه دكتوره مبين. طيب الاصفر اللون كيف بزغبل، اذا فيك تغير اللون شوي. انا عشان خلص، انا عشان بس انه تنتبهوا له هيك احسن. ايه هيك احسن. ايه لا ايه هيك احسن. طيب شو ايه طيب بيقول وفي مسعى لتحريك موضوع وضع حد لمعاناة الإنسانية على صعيد الدولي، ذهب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران عام 1981 في تصريح له في المكسيك لحد اعتبار أن الامتناع عن تقديم المساعدة للشعوب التي تتعرض للخطر هو بمثابة جريمة. وفي ترجمة عملية لدعم هذه الفكرة تم تنظيم مؤتمر القانون والأخلاق الإنسانية في فرنسا عام 1987، حيث تم إطلاق مصطلح واجب التدخل على اعتباره قاعدة قانونية جديدة من أجل تشريع القيام بتدخلات دولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. فيكن تقولوا لي شو في مشاكل هذا المقطع؟ مشاكل لغوية من حيث الصياغة ومن حيث النحو ومن حيث الفكرة والمضمون؟ شو في مشاكل؟ بس قال ذهب الرئيس مش لازم إلا تصريح له؟ نعم؟ لما قال ذهب الرئيس إلا تصريح في المكسيك ولا صح في تصريح له؟ عيدي شو عيدي؟ عم قول بس أول سطر ذهب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران
في تصريح مش أثبت إلى تصريح ولا لا صح هيك؟ لا صح، هاي صح، هاي صح. ترى المشكلة هون إنه هو ما عم بيوصل فكرة أساسية، بالعكس عم بيقوله يعيد أكتر من فكرة، وفي تكرار كتير بالموضوع فيها لهاي. قولي لي، قولي اشرحي لي كيف. أول شيء برافو، بس اشرحي لي كيف. يعني هون مثلا هو بلش وفي مسعى لتحريك موضوع وضع حد للمعاناة الإنسانية على الصعيد الدولي، يعني بلش أول شيء بقضية على الصعيد الدولي، رجع صار بحقوق الإنسان وحرياته، رجع صار لأنه ذهب الرئيس الفرنسي، يعني هو عم بيحكي كذا موضوع بس ما وصل للشيء الأساسي اللي هو بده يحكي عنه. لا ما 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 قطيها منيح. ما فهمت دكتورة، ما هذا قبل ما يقول إنه الموضوع اللي بده يحكي هذا مقطع من النص، يعني في قبله وفي بعده، بس خلينا نحكي بهاي الفكرة، بهاي الفكرة بالذات. هو عم يحكي عن موضوع حد للمعاناة الإنسانية، هاي فكرة المقطع. عم يحكي عن موضوع حد للمعاناة الإنسانية، هاي فكرة المقطع. ها هاي فكرة المقطع. دكتورة هل قصدك انه ما اعطى انه الخطوات القادمه الاساسيه الفعليه، بس كان عم يعطي عناوين انه وضع حد للمعاناه والامتناع عن تقديم هي جريمه وهيك؟ عم تحكوا انتوا، عم تحكوا كلام كتير عام عم بيحكم عن النص على الرساله ككل. انتوا هلا من خلال هالمقطع، لا ركزوا معي على هالفكره اللي عم تحكي عنها، عم يحكي عنها هذا المقطع، لانه بكره بالامتحان هيجيكم الناس مقسم الى مقاطع، مقطع اول، مقطع ثاني، مقطع ثالث. يمكن انا اجيب لكم سؤال عم اقول لكم بالسؤال مقطع، في السؤال مثلا عندك بالمقطع اثنين الصياغه تاعيته مفشكله، عيد الصياغه للمقطع تاعو الرقم اثنين. طب اذا ما عرفتي الفكره الاساسيه تاع هذا المقطع، الفكره تاع هذا المقطع، كيف بدك تعيدي، كيف بدك تصغيه؟ فهمتوا علي وين؟ اذا لازم تعرفوا الفكره الاساسيه لهذا المقطع بغض النظر عن اللي فوق واللي تحت. إنه ذهب الرئيس أيوة. إلى المكسيك أيوة أيوة على نقطة هالمقطع بس. إيه بالضبط، إيه مش إيه وضحها. نعم إيه، إذا الفكرة الأساسية هون منقول يقول عن الإجراء اللي عمله الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران، ها؟ إذا الفكرة الرئيسية هو ذهاب الرئيس الفرنسي ميتيران على المكسيك لحتى يحكي عن موضوع حد لوضع المعاناة الإنسانية على الصعيد الدولي. إذا فيني بلش من مثل ما قلت رفيقتكم، فيني بلش من عند ذهب الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران عام 1981 إلى المكسيك، ووضع حدا للحديث عن في مسعى منه لتحريك موضوع حد للمعاناة الإنسانية على الصعيد الدولي. إيه وهناك صدر له تصريح، بيحكي فيه كذا كذا، في ترجمة عملية لهذه الفكرة التي أطلقها ميتيران نظمة بشو بيقول. بيقول هو أول شيء لك شو بيستخدم عبارات عام غلط، عام كلمة عام اللي بتدل على الزمن ممنوع تكون نكرة، لازم على طول تضلها معرفة. هاي أول هاي واحدة. بعدين بلش بالناس الفقرة في عام مش عام العام. بعدين نبلش بالناس بحرف العطف، التعريف مزبوط. مزبوط. بعدين نبلش المقطع اللي بحرف الواو، حرف العطف. ليش في داعي للعطف؟ ما أنا ما في شيء قبله لحتى أقول وفي. إذا الغلط بلش في مقطع كل مقطع بدي بلش كل مقطع جديد ممنوع أبلش فيه بحرف عطف. كل مقطع جديد ممنوع بلش فيه بحرف عطف. خلص انا بلشت مقطع جديد، ما فيني اعطف على اللي فوق. اذا بدي اعطف بخليها بنفس المقطع، ما بيعمل مقطع جديد، بخليها فوق. اذا ممنوع بلش دكتوره تفضلي دكتوره سوري منك. هو لازم يبلش المقطع فعلا ذهب الرئيس الفرنسي. هذا اللي قلناه بالضبط. عرفتوا كيف؟ هيوا بقول اعتبار كمان هذا من الاخطاء الشائعه. يعني احنا ما عندنا شيء الاعتبار، هو من اعتبر من الطعزه، يعني تعلم درس، اكتسب تجربه، اكتسب خبره. فهون لا ما قصده، هون ما قصده هيك، هون قصده وضع معيار. اذا كمان مستخدم عباره في غير مكانها الصحيح، هاي كمان من الاخطاء.
كان لازم يقول اعتقد. لازم اقول شو؟ اعتقد. ايه اعتقاد، ظن، معيار، حسب الصياغة اللي بتعمليها انت بتظبطي له اياها. طيب بيجي بيقول تم تنظيم. ليه بدي اقول تم تنظيم؟ نظم. ما عندنا نحن باللغه العربيه عندنا فعل ماضي لمجهول وعندنا فعل مضارع لمجهول. باللغات الاجنبيه بيستخدموا كلمتين لحتى يبين معه ليقدروا يعبروا عن المجهول. فعل ماضي بيقولوا مثلا بالانجلش، ما بعرف اذا انتم انجلش، بيقولوا was saved، يعني حفظ. او تم لما اجوا صاروا يترجموا من الانجلش للعربي او من الفرنسي للعربي، المترجم لانه ضعيف باللغه العربيه استخدم الكلمتين الموجودين باللغه الاجنبيه، استخدمهم حطهم بالعربي. تم تنظيم. لا يا حبيبي تقول تم تنظيم، نظم. كمان هيدي كمان خطا بالصياغه. طيب بيقول تم تنظيم مؤتمر القانون والاخلاق الانساني في فرنسا عام 1900. الاخلاق بدها همزه، حاطط كمان اذا لاحظتوا في حاطط محلات، حاطط شدات، ما في داعي للشده. مثلا المعاناة اللي حطت لها الفرنسي، حطت ألف الفرنسي، حطت لها ألف حطت لها همزة للألف. لشو لألف؟ لشو همزة؟ الفكرة حطت لها ألف كمان لشو؟ مبين كأنه ما له علاقة باللغة العربية هذا الطالب. كمان تم إطلاق أطلقة. إيه أحسنتي، تم إطلاق أطلقة. ها؟ ميتيران كمان، ميتيران كمان خطأ إملائي، ميتيران كمان غلط. دكتورة مش كمان عنده غرف عن أجل تشريع القيام، أجل بدا همزة. إيه كمان. إيه شوفي قلتي شو عنده كمان؟ في فرنسا عام 1987. غلط، هي مفروض تكون في فرنسا العام 1987 مش عام 1987. طيب بكفي بيقول حيث، حيث تم إطلاق مصطلح. لاحظوا لما حيث ما بقدر استعملها مع الزمان، حيث تستعمل مع المكان. هيدي كمان بعلامات الترقيق، بعلامات بأدوات الربط، هي بناخذها بدرس أدوات الربط. إذا حيث إلى دلالة معينة، حيث مش مكان، كيف مكان بيستعمل كلمة حيث؟ ها؟ حتى اعتباري طبعاً اعتباري هي كمان غلط، هون لازم يكون كوني هي مش اعتباري. همزة وصل. إيه، إذا هون بقول عندما أطلق مصطلح واجب التدخل، مش بقول حيث تم إطلاق، بقول عندما أطلق مصطلح واجب التدخل. عرفتوا كيف؟ من أجل بدها همزة. إيه. على اعتباره غلط. حاطت إيه. هي المفروض تكون عند مصطلح مصطلح واجب التدخل، كونه قاعدة قانونية مش على اعتباره. بالضبط هذا اللي عم نقوله. إذا لاحظوا قديش هذا المقطع بس لحاله قديش في عنده أخطاء. عرفتوا كيف؟ شفتوا كيف؟ طيب انا هلا اعطيكم النص، حبعث لكم النص على الواتساب. بكون تحلوه نحن امتى عندنا درسنا الثاني؟ الثلاثه. اعطيكم الثنين، بكون تكونوا مظبطينه للمقطع ومشتغلينه، وبنستعرض كل واحد منكم كيف اشتغله. ماشي؟ اوكي. يلا حدا عنده سؤال باللي أخذناه لحد هلأ اليوم؟ لا، يعطيك العافية. انتبهوا نحن عم نشتغل دغري، أنا عم بعطيكم وعم بحاول دغري أعطي تطبيق، حتى ما بحب أول شيء نخلص كل شيء وجا بعد التطبيق. لا، عم ناخد كل شوي كل ما ناخد شوي عم رح نعمل عليهم التطبيق، عم رح نعمل عليهم التطبيق. ماشي؟ طيب ممكن سؤال؟ ماشي. ايه تفضلي قلبي، تفضلي. هلا انت هون مثلا حطيتي لنا نص وقلتي لنا انه شو هو الاخطاء يلي واقعه هون. هلا بالامتحان بيجي هيك انه انت بتحطي لنا مثلا ورد اخطاء إيه؟ بهذا المقطع. لا، انا بالامتحان هقول لك، انا بالامتحان هجيب لك، بالامتحان هجيب لك نص مؤلف من 4-5 فقرات، هرقم لك اياهم للفقره. إيه؟ فقره 1-2-3-4. هقول لك مثلا في الفقره رقم 3 ايه الصياغه فيها مثلا تعبانه مفشكله، عيد الصياغه بالشكل الصحيح. انت لما تعيدي الصياغه بدك تكتبيها للغه، وبدك تكتبيها للالفاظ، وبدك تكتبيها للعبارات، وبدك تكتبيها لعلامات الترقيم، وبدك تكتبيها لادوات الربط. طب شفت كيف؟ طيب يلا. اذا في حدا بعد عنده سؤال؟ انا عندي استفسار اذا في مجال. كنت عم بتقولي لي دكتوره لإلي انه اخر 3 محاضرات انا محدد لكم بالنسبه للامتحان، لانه انتم ما بدكم تفوتوا بكثير تفاصيل. لكن بدي أسألك إذا في مجال مثل ما اليوم أخذنا أشياء
نعرف دغري شو المطلوبة، شو نقدر نركز تزبط معنا هيك. محاضرة جاي بقول لك اياهم، محاضرة جاي بقول لك اياهم، ماشي؟ ذكريني بأول المحاضرة أقول لك اياهم التنين إن شاء الله. تكلنا على الله. دكتورة يعطيك العافية. حدا بعد عنده أي سؤال؟ لا دكتورة. شكراً معك نعم؟ دكتورة بدي أسأل. في وحدة اسمها منال بدها تسألي. إيه تفضلي. دكتورة نحن هيدا هلأ هالمحاضرة أخذنا عن الجملة، المحاضرة الماضية سوري أنا ما كان عندي كهرباء، بنفس الكور أخذت أعطيتي كمان. إيه 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 بنفس الكور عم ناخد، بنفس الكور، بنفس الكتاب. أوكي. الدرس اللي قبله إيه ضوابط الكلمة أخذنا، يا ما بعرف مين اللي عم يحكي، أخذنا ضوابط الكلمة منال. يعني صرنا أخذين درسين بهيدا الكور، ضوابط الكلمة واليوم الجملة. ايه جملة وفقرة اليوم أخذنا، اليوم أخذنا جملة والفقرة. نعم نعم معك دكتورة، شكرا لك، يعطيك العافية. حبيبتي يا هلا. أي شيء كمان عم تراجعوه بالمادة ما حسيتوه مش واضح فجأة بتسألوني برجع بعيد الشرح، مش مشكلة. منعيد قد ما بدكم بس المهم إنه تطلعوا مستفيدين. دكتورة هو نحن كمان هندرس لقدام قواعد ولا كله؟ لا لا ما في قواعد، ما في قواعد، كله نحن عندنا الصياغة. ايه كيف ممكن نتعلم نصيغ صياغة سليمة للنص، بس طبعا هو له علاقة بالقواعد، له علاقة بالقواعد. ايه بس القواعد يعني ما بقدر اعمل انا درس خاص بالقواعد لانه مفترض تكون انتم تعرفوا القواعد، بس نحن قد ما فينا بنضوي على بعض الشغلات. دكتورة نعم. بالنسبة للمحاضرة الماضية انا تذكرت شغلي هلا، انا سألت إنه دينا أنواع الكلمة بتبين من أحرفها مثل همسة مبينة هي أحرف ساكنة، قلتيلي المفترض تكون اثنين أصوات الأحرف، ما بعرف إذا الأحرف ولا الكلمات قبل بسنين القبل، هلا صراحة أنا مني أخدتها، إذا منقدر بالمحاضرة الجاي نضوي عليها ولا ما بعرف إذا بتقدري. ما فهمت عليكي شو مطلوب يا قلبي، قصدك البعد الصوتي دلالة ومضمون الكلمة؟ البعد الصوتي بس لا أعرف كيف بفرق بيناتهم بالامتحان، لأنه أنا صراحة ليكي شو بدك تعملي، ليكي شو بدك تعمله، بكرة أنتوا بتروحوا بتاخدوا، بكرة أنا هحاول لاقي لكم شيء مادة بتعطيكم فكرة عن مخارج الحروف وشو النبرة الصوتية والدلالة اللي بتعطيها اللي بيعطيكم مخرج كل حرف، عرفتوا كيف؟ أوكي ماشي؟ يلا خير. شكرا دكتورة. يعطيكم ألف عافية. سلام.